that Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. أولاً وقبل كل شيء أود التأسف للذين جرحهم كلامي. كنت أحدث الطلبة بأن على الأوروبيين الدخول في حوارات مع الآخرين في أنحاء العالم. نحن الأوروبيين شهدنا قروناً من الحروب فيما بيننا، لكن عشنا بسلام في العقود السبعة الأخيرة، وبذلك أصبحت أوروبا أرض السلام، وهو السبب الذي يجعلنا نشعر اليوم بالخوف بعد انفجار الحرب في أوكرانيا. آسف جداً لسوء فهم عبارتي، فأنا عكس ما قيل عني إطلاقاً، لست عنصرياً، عباراتي لا تعني عنصراً بحد ذاته، وإنما تعني النظام الدولي برمته والقائم على الحرب.